متعب البدري، علاقة متوترة وطريق مسدود والعناد سيد الموقف، من جريدة الوطن. كنت منتظر دعم، كنت منتظر الأهلي بيلعب باسم مصر تقول لي أفريقيا يا أهلي، جمهور الأهلي يملأ المدرجات لمساندة ودعم النادي الأهلي اللي بيمثل مصر. كنت منتظر شد حيلك يا بدري، كنت منتظر الأهلي سينتصر إن شاء الله. وإحنا بقناش نحب بعض ليه؟ هو الأهلي بيلعب باسم مصر بجد؟ هو في إيه؟ على فكرة ما رضيتش في الجريدة أجيب منشطة تاني جنبها وكله ضرب ضرب من تحت الحزام ومش حاطط الاسم. إيه المدرسة دي؟ المدرسة دي عفى عليها الزمن. اللي قوي، أنا ما بحب أقول حاجة أطلع بشخصي، ما بجيبش حد من فريق العمل، أنا خايف أقول حاجة فأجيبه 5 دقايق يقول ويمشي. اللي بيقول يتحمل مسؤولية اللي بيقوله، وما رضيتش أجيب اللي جنبها على طول عشان اسم الصحفي مش موجود. فعيب، بنعمل كده ليه؟ ده مش 4 سنين، ده بس بقاله سنة ونص سنتين برضو قد كده نفس الكلام. ايه رأي حضراتكم؟ مش الاول الاهلي عنده ماتش، ده خلاص ده الاهلي لعب الرجاء وعدى من الرجاء يومين ثلاثة، ويا راجل كنت استنى عبد الله السعيد جاهز للمباراة اعلاميا واجيب تصريح من الدكتور، الناس مش عايزه تتعلم نعلمها اللي احنا اتعلمناه في مشوارنا. اتكلم اللي حسام عاشور خلاص مش هيلحق بالمباراه، من البديل؟ اطرح قضيه. حسام البدري بتوعد جمهورك بايه؟ هتعمل ايه؟ هشام محمد هيقدر ولا مش هيقدر؟ هل في التشكيل ولا لا؟ تساؤلات. لكن اكتب مقالات ضرب من تحت الحزام معلهاش اسم صحفي، ولما احط اسم الصحفي تقول لي موضوع يعمل فتنه؟ متعب نجم كبير، والكابتن حسام البدري من افضل المدربين في مصر. احنا بندعمك يا كابتن حسام، احنا وكل الاهلاويه المحترمين. شد حيلك يا كابتن حسام، متعب اجتمع بفرقتك، مفيش وقت للخلاف، مفيش وقت للكلام. الاهلي محتاج يكسب بكل ولاده، بكل جمهوره. الاوفياء هم دول السند الحقيقي، هم دول العمود الفقري، وهم دول اللي ما بتوعدوش بحاجه، وهم دول لما الاهلي بياخد بطوله زي ما نجوم الفريق قالوا كتير جدا، وهم دولت اللي ما بيطلع لهمش مكافاه بعد المباراه، هو بيبقى مبسوط بسعادته وابتسامته، والنجوم بترفع البطولات على مدار التاريخ، ولا بتوعدوا بحاجه ولا بيتقال لهم حاجه. بس مش هقول زي اللي قبله، يمكن نهدى، يمكن نهدى. واللي مش هيهدى ادي قدام حضراتكم هنجيب لكم. الاهلي عنده ماتش مهم، عنده ماتش مهم ونهائي نصف نهائي بطوله افريقيا، وجاي تقول لي حسام البدري وعماد متعب؟ يا اخي عيب، يا اخي عيب. افريقيا يا اهلي، يا جمهور الاهلي اقف معانا ضد الكلام دوت. بنطلبك، بنطلبك، بنطلب دعمك. مش هنبيعك، مش هنخونك، مش هنكذب عليك، مش هنكذب عليك، لكن ولا مستنين حاجه. اللي بيشتغل المهنه دي ضمير وشرف وقوة، هتزعل منه شوية، هتغضب منه شوية، لكن هتحترمه دلوقتي وقدام.